طلعت بنتي من المدرسة أول شيء ظروف صعبة صعبة، يعني شيء ما بيوصف بالنسبة لأجار لا كهرباء لا مي لا يعني هاي كلها ملتزمات بدك إياها تدفعها كل آخر شهر مضطر إنك تدفعها. الشغل خف، الوضع كله تغير، المعيشة غليت، كل شغلة ما بتحط إيدك على شيء إلا ما صار حقه خمسة بال.